الحمد لله على تمام هذه المرحلة، مرحلة جدا مهمة لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة إلى سطح القمر. فرحتنا ما تنوصف، لحظتنا اللحظة اللي عشناها أثناء انطلاق الصاروخ ونجاحه بالانفصال التام عن المركبة الهبوط اللي حاملة مستكشفنا إلى إن شاء الله سطح القمر. هذه اللحظة لحظة تاريخية، الله على دولة الإمارات دولتنا الحبيبة، عيال زايد يصنعون تاريخها في الفضاء، وإن شاء الله نضع بصمة الإمارات على سطح القمر من خلال مستكشفنا مستكشف راشد. أثناء لحظتنا إطلاق الصاروخ كانت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد، دعم شيوخنا وقيادتنا الرشيدة لا محدود، ويعني نحن فخورين بوجودهم ويانا في هذه اللحظة، تعنينا الكثير. وأحب أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأهل الإمارات كلهم وعائلة مركز محمد بن راشد للفضاء على هذا الإنجاز، وإن شاء الله إنجازاتنا ما تتوقف وتكون إلى الأعلى والأعلى إن شاء الله.